عقد سوانا ويا الموت مفتوح بلا تاريخ يتوقع عقدنا هيج بلا سبب على الواهس نموت فحطنا المناية وفحطتنا ذي قار الصمود تصير ذي موت وهم صبرت تعرف صار فتنة أنا در الميت يحرقون الهنود عدلين احنا يا رب احترقنا يعني المسلمين اللي عندنا هندوس لو هندوس ما تابوا ربعنا أفكار الموت عدهم عابر أفكار بكيف الساسة هسا نموت صرنا الحرق مستشفى نفسه اللي يحرق خيام من الحبوب للمستشفى شطنا عالزيتون أمر واتذكر شلون جميل الشمر يفرهد ولدنا ريت اللي يختنك ترسوها دخان مو بس الشعب قمعه ونفسنا بعز تموز وندور بطاطين مو نتغطى رب اللي مجثثنا كريم الناصر يتعذب ارواح بذرنا الشعب من قد كرمنا اله الحال اذا يبقى على هالحال اكبر مقبرة نحول بلدنا العام الفات خلصنا التوابيت السنة ماكو جثث ندفن عظمنا وناصر مات صارت هينة العظام إله الحال يمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. الموضوع اليوم مشاهدينا الكرام عن إعلان حكومة الكاظمي إلقاء القبض على قاتل الخبير الأمني والمحلل السياسي والصحفي هشام الهاشمي الذي اغتيل قبل أكثر من سنة عن طريق جهات مجهولة. اليوم المقطع اللي عرضته قناة العراقية الحكومية تطرق به القاتل مثل ما تقول الحكومة إلى طريقة أو الطريقة التي تم بها تنفيذ عملية الاغتيال، لكن لم يذكر الجهات التي حرضته على هذا الموضوع، من هي الجهات التي وقفت خلف عملية الاغتيال، لم يذكر أي شيء، كان الموضوع حديث غامض بالعموم. ذكر تفاصيل رآها كل العراقيين عن طريق كاميرات المراقبة واللقطات التي تم تسريبها في مواقع التواصل الاجتماعي التي أرت العراقيين أو جعلت العراقيين ينظرون إلى كيف حدثت عملية الاغتيال. لم يذكر أي شيء جديد، تحدث إلى شاشة موجودة فيها اللقطات التي شاهدها العراقيون، لكن لماذا تم الحديث بغموض؟ لماذا لم يتطرق إلى الجهات التي تقف خلف عملية الاغتيال؟ أين الشفافية التي وعدت بها الحكومة بعرضها للرأي العام العراقي من أجل الكشف عن هوية قتلة هشام الهاشمي؟ لماذا في هذا التوقيت بعد فاجعة مستشفى الحسين في مدينة الناصرية؟ هل هي محاولة لإسكات الشعب العراقي لإطفاء الغضب الشعب الذي حصل واشتعل العراق نتيجة احتراق مستشفى الحسين التعليمي؟ لماذا في هذا التوقيت تعلن الحكومة عن موضوع غامض ليس فيه أي تفاصيل معلومة للجميع، ليس فيه أي تفاصيل جديدة، مجرد هذا الشخص الذي ظهر والذي تحدث بأنه هو القاتل وكيف نفذ عملية الاغتيال، لكن لم يذكر من هي الجهات التي حرضته، كيف لضابط ضمن وزارة الداخلية أن يرتكب هذه الجريمة؟ ألا يدل هذا أن وزارة الداخلية مخترقة؟ ألا تدل هذه التفاصيل أو هذا الحديث الذي خرج من ضابط برتبة ملازم أول أن الميليشيات موجودة داخل الوزارات، أنها مسيطرة، أن هناك جهات تتحكم بوزارات الداخلية والدفاع وتحرك هؤلاء الضباط أو المنتسبين لارتكاب عمليات اغتيال أو تصفية لناشطين ومتظاهرين وغيرهم؟ ناشطون وإعلاميون عراقيون تساءلوا عن دلالات توقيت إعلان الكاظمي الكشف عن هوية قاتل المستشار الأمني هشام الهاشمي الذي اغتيل في بغداد قبل أكثر من عام بالتزامن مع اقتراب انطلاق التظاهرات في بغداد وعدة عواصم عالمية يوم 18 من الشهر الجاري المنددة بسياسة الإفلات من العقاب. المدعو أحمد الكناني وهو الضابط برتبة ملازم أول اعترف بقتل الهاشمي وفقا لاعترافات بثتها القناة الحكومية الرسمية، وأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون دون أن يذكر من هي هذه الجهة. طيب،
أضاف أيضا أنه ضابط برتبة ملازم في وزارة الداخلية، وأكد أنه نفذ عملية الاغتيال بسلاح وعجلات حكومية تحركت من منطقة البعيثة شرقية الدورة في بغداد. فيما تداول ناشطون أنباء أكدوا فيها ارتباط أحمد الكناني بميليشيا حزب الله، ولم يتطرق أيضا في اعترافاته إلى الجهة التي أوكلته بتنفيذ عملية الاغتيال بعد اتهامات طالت الميليشيات المرتبطة بإيران والتي أيضا تعرف باسم الولائية المعروفة في الشارع العراقي بشكل عام. طبعا سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث قال إن العدالة الكاملة مطلوبة في قضية اغتيال الهاشمي. قبل سنة مشاهدينا الكرام، بعد اغتيال هشام الهاشمي، لجنة الأمن والدفاع النيابية، حتى بس نربطه بحديث اليوم واللي جرى من إخراج الحكومة لهذا الشخص على أنه هو المتهم، وإن كان هو المتهم لم تذكر تفاصيل ولم تعطي للرأي العام حقائق الأمور. لجنة الأمن والدفاع النيابية قبل سنة رجحت عدم وصول التحقيق في قضية اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي إلى نتيجة تكشف مرتكبي الجريمة. عضو اللجنة عبد الرحيم الشمري قال إن عملية الاغتيال هي جزء من مخطط لإبقاء الوضع في العراق غير مستقر أمنيا واقتصاديا. أضاف عبد الرحيم الشمري، وهنا النقطة الأهم، أن التحقيقات التي ستجريها الحكومة لن تصل للحقيقة، وحتى إن توصلت إلى حقيقة فلن تقوم بإعلانها بشفافية، لافتا إلى أنها ستكتفي بعقوبات تشمل بعض القيادات الأمنية وضباط بسطاء كمحاولة للتغطية على ضعفها الأمني وعدم سيطرتها على السلاح المنفلت في الشارع. هذا حديث لجنة الأمن والدفاع قبل سنة، ورجح بأنه النائب عبد الرحيم الشمري عضو اللجنة رجح بأنه هذه العملية التحقيقات الحكومية ومحاولة الكشف عن قتلة الهاشمي إن وجد نتيجة نهائية لهذا التحقيق ستشمل ضباط وبعض المنتسبين من رتب صغيرة للتغطية على الموضوع، ولن تكون هناك أو لن يكون هناك أي ذكر للميليشيات. أكدت جهات كثيرة في لحظة اغتيال هشام الهاشمي وبعدها أن أبو علي العسكري المنتمي لميليشيا كتائب حزب الله الموجودة في العراق هدده بالقتل في منزله، ومع هذا لم تتحرك السلطة لاعتقاله لإلقاء القبض عليه للتحقيق، بل اكتفت بما رأيتم أغلبكم من المقطع الذي عرض على قناة العراقية الحكومية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ باستقبال اتصالات مشاهدينا الكرام. السيد شاكر من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك والكادر قناة الرافدية والرحمة والخلد للشهداء مستشفى التعليمي في الحفرية. نعم. والشفاء العاجل لجرحانة اللي احترقوا في هذا المستشفى النافذية. أخي محمد، أما إذا الحكومة العراقية تنمون يعرفون أستاذ محمد من اللي يقتل بالمتظاهرين ومن اللي يقتل بيهم ومن اللي حرق اللي في مستشفى الخطيب، ويعرفون من اللي حقهم اللي بالمستشفى الناصرية. نعم. ويعرفون اللي يعرفونهم زين يعرفونهم، بس لكن يا أخي محمد حكومة بطن حكومة. أما مصطفى الكاظمي من يقول أني ورئيس وزراء، مصطفى الكاظمي ما في، مصطفى الكاظمي رجل مسير من جانب الميليشيات، الميليشيات تقول له سو فلان شيء سو فلان شيء. نعم. اسكت يسكت. اما يطلع العفو يطلع ويحقق ويطلع الحديث، فهذه استاذ محمد كلها كلاوات ونعرف. طيب انا اريد اسال الكاظمي لما زار عائله هشام الهاشمي قال ووعد العراقيين بانه العراق لن ينام قبل الكشف عن قتلة الهاشمي. العراقيين، نتكلم عن العراقيين، خلال السنة اللي فاتت شهدوا فواجع كثيرة فعلا ما خلتهم ينامون، لكن الحكومة ما شفنا منها أي شيء بعد مرور سنة وأكثر من سنة على مقتل هشام الهاشمي. اليوم يلا تعلن عن الجهة اللي أو عن الشخص اللي قام بقتله أو اغتياله دون ذكر الجهات اللي تقف خلفه، دون ذكر أنه كيف ضابط في وزارة الداخلية تحرك جهات، من هي هذه الجهات؟ هل هي أوامر حكومية جاءت لهذا الضابط لتنفيذ عملية الاغتيال؟ هل هي جهات ميليشياوية؟ وإن كانت ميليشياوية ليش ما ذكروها؟ يعني
ليش برأيك بهذا التوقيت يعلن عن قاتل الهاشمي بشكل غامض، مو موضح بأي تفاصيل؟ أستاذ محمد ما يقدر يعلن، ما يقدر يعلن، لأن اللي وراء هذا الضابط وراء حزب، ما يدعي بحزب إسلامي تابع لإيران، موالي لإيران، ما يقدر يعلن عليه، لأن من يعلن عليه؟ الشرطة بالشهرين أو ثلاثة اللي من قالوا له اطلق سراح عن قصة ذلك، فما يقدر يعلن. هذا قلت لك، أنا قلت لك رجل مسير، اما صحيح انا اقول لك قبل عام من زار عائله هشام الهاشمي، وعد العراقيين العراق لن ينام. ليش لن ينام؟ لن ينام بالقتل، لن ينام بالتهجير والاعتقالات والقتل والخطف والمقيدين. فيا استاذ محمد، احنا العراقيين شبعنا من المصايب، وشبعنا من كل من حيم محمد الحلبوسي طلع البارحة يقول ليش يعني احنا حاليا اول مره طلع السلفه صار، ما ادري يعني يمكننا ممسوس، ما ادري يعني حساس، يعني ما ادري يعني يقول ليش اهل القرديه من يصير انفجار او يحترق ياخذونهم يسوونهم اربع ارهاب، زين ليش ذول اللي حجوا المستشفى الخطيب ومستشفى الحسين واللي اقتلوا هشام الهاشمي، زين ليش ما يستوون اربع ارهاب؟ ليش ساكتين عنهم؟ وعم مقتدى الصدر البارحه من يعلن يقول انا متبرئ من الحكومه من العمليه السياسيه، والله كذاب. منو مدير صحتنا؟ طيب من وزير الصحه؟ المتابعين لهم المقتدى الصدر لولا؟ اذا هو صدق ويقول انا رجل مرجع ديني واخاف الله وأخاف من الله عز وجل وأخاف من عذاب رب العالمين وأريد حق الله وأخاف على وطني وأخاف على شعبي والمواطنين والفقراء والمساكين، خلي يطلع. طيب أنا أشكرك سيد شاكر من بغداد. عندنا السيدة أم محمد من كربلاء، تفضلي يا أم محمد. أم محمد نصي صوت التلفزيون لو سمحتي. سيدة أم محمد، ألو، تفضلي. أنا عندي متابعة على قتل الهاشمي، أخويا محمد قتلوه بال87، القاتل القتل رنا الرصاصات هو حاكم مرزوق، مفوض بالشرطة، مفوض من الشرطة. أم محمد، تعليقك على موضوع إخراج الحكومة لشخص ضابط يقول انه انا اللي قتلت الهاشمي، شنو رايك بهذا الكلام؟ وليش هذا التوقيت بالذات تعلن به الحكومه عن قاتل الهاشمي بعد ايام قليله من احتراق مستشفى الحسين بالناصريه؟ اعطيني تعليقك عن هذا الموضوع. لا بال87. شكرا ام محمد، شكرا جزيلا. اسامه من كركوك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ عمر؟ محمد وياك، حياك الله. العفو استاذ محمد، اشترك على هذا البرنامج اللي اشتركوا قاعدين على القناه. الله يسلمك، حياك. مقدم مخرجي. اهلا وسهلا، تفضل. لموضوعكم حول اعلان احتقال المنصب للشهيد هشام الهاشمي. نعم. اقول لك هذا كذب والله متاخر بعد. أسمعك، نعم. هذا اللي أعلن إلقاء القبض على هذا المجرم، يعني بوقت مجرمين اللي قتلوا أكثر من 600,000 حوالي. نعم. 25 جريح، من راح يقلبهم؟ من يشل عليهم؟ الشغلة الماضية هو هذا الجهة اللي أمرت بالكتاب والجريمة منه. نعم. يعني خليك شوفوا مثل ما طلعوا. ليش برايك ما طلعوا الكلام كامل؟ ليش ما بينوا للعالم للعراقيين منو الجهه اللي حركت هذا الضابط؟ ليش اكتفوا بعرض ضابط برتبه ملازم يتكلم عن مجموعه خارجه عن القانون هي اللي حركتنا؟ شنو هذا الكلام معناته؟ استاذ محمد، الشغله انه الرؤوس الكبار هم خارج المساله، فيخلون هذا مثل هذا المجرم الفاشل، يخلون الوزير بين هو القاتل. نعم. والقتل الرئيسيين لرسي اطلقاء، ما حد يتجنبهم.
في واحد من الاخوان اللي يتصلون بعدي يقول لا مو صحيح هذا الكلام. القتل الحقيقيين هم الطلقاء الان محمد وجراء وعظام جواب احتمال وقاده ميليشيات. نعم. لان احنا اذا جاءهم الخطر موجوده الملاذ الامن ما شاء الله ايران يتصل ايران و50 50 وخلي يقتلكم بالعراق. شكرا جزيلا أستاذ أسامة، سيد أسامة من كركوك. سيد رحيم من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي بعد الإنسان ما يعبر عليه أي شيء. نعم. لو هاي القضية على مود الناس تبتهي بالقضية مع المستشفى المثنى العفو مستشفى الحسين بالناصرية. نعم. وقبل المستشفى مع الحسين اكو صار حريق مدينة الطب اذا تتذكر مال شعبة العقود. نعم. والامور الادارية المالية قبل كم يوم من الحريق مال المستشفى. نعم صح لو مو صح. صحيح عافت مال العقود التهت بالمستشفى. نعم المسنة. هو حتى بعد اغتيال هشام الهاشمي جرت عملية اعتقال واختطاف لاشخاص من محافظة صلاح الدين، وبعدها بشهرين او ثلاثة حدثت مجزرة في محافظة صلاح الدين، آنذاك أكثر من 12 شخص قتلتهم الميليشيات، كلها محاولات لتنسية العراقيين الفواجع أو الجرائم اللي قبلها. بعد ماكو شيء ما حد يحلله ويعرفه، على هالأوضاع ويوم يحرق ويوم هذا المسلسل مستمر. ذولا ناس ما يعني والله العظيم خاف واحد يحكي حكاية أواي القاعدة، حسن سامح ينكسون المجال. لأن المجال يطلعونها يخلونها للخس ويخلونها للحانة، بس ذول ينكسون المجال نقطة راس سطر ما نحكي هواي حتى نترك. أنا بس أريد أسألك قبل سنة لجنة الأمن والدفاع النيابية قالت إنه إحنا هذا الكلام في شهر 10 السنة اللي فاتت، لجنة الأمن والدفاع قالت إحنا خلال 14 يوم حنطلع بتقرير نهائي عن حادث اغتيال هشام الهاشمي. هذا الكلام قبل كم شهر، يعني من شهر 10 السنة اللي فاتت لليوم هذا التقرير ما شاف النور، ما حد يعرف شنو تفاصيله. أحمد الملا طلال المتحدث السابق باسم مصطفى الكاظمي قال الجهات الأمنية اللي كانت موجودة بالمنطقة لما صارت عملية الاغتيال تعرفت على بعض الأشخاص الموجودين اللي نفذوا عملية الاغتيال، وأكو جهات حكومية هربتهم خارج العراق، ومع هذا من ذكرت من الجهات من هؤلاء الأشخاص اللي تعرفوا عليهم القوات الأمنية، ما حد يذكر تفاصيل بالموضوع، مجرد أنه ملازم أول قتل هشام الهاشمي وحتنسد القضية. شنو هالكلام؟ فرمكة ما تعب، هاي فرمكة هاي، لأن طلعوا بالفيديو مو أربع أشخاص. نعم. ليش ما طلعوا ذلك الثلاثة مو أربع أشخاص طلعوا بالفيديو؟ صحيح. لأن على هاي الدراجة وتن هاي الدراجة ليش ما طلعوا ذلك الثلاثة؟ هذا كبش الفداء. نعم. كبش الفداء، شيل القضية وشيل الدعوة. إحنا همك شوف وجهه، شو لا علي أثار تعذيب وش همر ليد وخدودة حمرة وشنا قاعد يسولف سالفة عادية مع الواحد شارب لجقارة مو كاتل الإنسان. نعم. هاي فرمكة وما تعبر علينا بعد. الله والديكم. شكرا. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد رحيم من بغداد. مشاهدينا الكرام، كما قلنا قبل قليل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر أعلن في شهر أكتوبر اللي السابق اللي فات بأنه خلال 14 يوم يعرض تقرير من قبل لجنة الأمن والدفاع فيه النتيجة النهائية عن حادث اغتيال هشام الهاشمي. هذا الكلام من شهر 10 وإحنا اليوم شهر 7 2021، لغاية هذه اللحظة ما حد عرف شنو تفاصيل هذا التقرير. مثل ما قلنا أحمد الملا طلال المتحدث السابق باسم الحكومة أكد أنه تم التعرف من قبل الجهات الأمنية اللي كانت متواجدة في المنطقة اللي تم تنفيذ بها عملية الاغتيال، تم التعرف على 2 من هؤلاء الأشخاص اللي نفذوا عملية الاغتيال، لكن جهات متنفذة حكومية داخل الدولة قامت بتهريبهم إلى خارج العراق. وين راحوا؟ من اللي هربهم؟ وانتوا عندكم هاي التفاصيل؟ ما حد عرف. اليوم هؤلاء الأشخاص أو هذين الشخصين اللي تم التعرف عليهما من قبل جهات أمنية من أمة ما حد ذكر. مثل ما قال السيد رحيم من بغداد، باقي الثلاث أشخاص اللي طلعوا بالفيديو أثناء عملية الاغتيال وينهم؟ أيضا ما حد يعرف. نفس المعترف ما ذكر من الجهات اللي نفذت عملية الاغتيال، ولذلك كثير يرى بأنه هذه فعلا مسرحية قامت بها الحكومة لإشغال العراقيين بموضوع جديد،
وجعلهم ينسون تدريجيا فاجعة مستشفى الحسين بالناصرية حتى يشغلوهم بموضوع آخر، وأنه إحنا نقدر نحقق ونقدر نثبت العدالة ونقدر نجيب القتلة ونجيب الكذا. وين النتائج التحقيقية عن بقية الجهات التي قامت بتصفية ناشطين أو اغتيال ناشطين أو خطف ناشطين في التظاهرات؟ وين هذه الجهات التي قتلت أكثر من 1000 شخص في ثورة تشرين اللي لغاية هذه اللحظة ما حد يعرف من أمه؟ أيضا صحفي أكد لموقع الحرة وهو طلب أيضا عدم الكشف عن هويته أن هشام الهاشمي أبلغ في حديث هاتفي قبل أقل من أسبوعين عن اغتياله بتلقيه بشكل دوري تهديدات بالقتل. أوضح أيضا أن المسؤول الأمني لميليشيا كتائب حزب الله أبو علي العسكري دأب على تهديده وقال له حرفيا في آخر رسالة تهديد عبر الهاتف: سوف أقتلك في منزلك. هذا كان تأكيدات بأنه ميليشيا حزب الله متورطة بهذا الموضوع بوجود اعترافات وبوجود تهديدات مثبتة بتورط هذه الجهات بعملية اغتيال هشام الهاشمي. حتى هذه اللحظة مشاهدينا الكرام الموضوع مبهم، وإن تم عرضه على القناة الحكومية، لكن ماذا عن باقي التفاصيل؟ لماذا في هذا التوقيت؟ أين نتائج التحقيق الباقية عن بقية الناشطين والمتظاهرين الذين تم اغتيالهم وتصفيتهم؟ من هي الجهات الخارجة عن القانون اللي حركت هذا الشخص؟ وهل هذا الموضوع يؤكد أن وزارة الداخلية مخترقة؟ أن وزارة الدفاع مخترقة؟ الأجهزة الأمنية بشكل عام عندما نجد ضباط وأشخاص برتب عسكرية هم الذين يقفون خلف عمليات قتل وخطف لناشطين ومتظاهرين؟ إن كان الموضوع بهذا الشكل، من اللي يحمي العراقيين إذن؟ من الذي يحمي الناشطين؟ من الذي يحمي المتظاهرين؟ إن كانت الهجمات تأتي والقتل يأتي من الجهات الحكومية نفسها. طيب خلونا نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود لنكمل الحديث. جريمة لن أسكت عنها، ويجب أن يكون ودم الشهيد في عنقي وأنا ولي الدم. احنا اعتبرنا هذا حزانة، اريدها منك والله، اريدها منك سيدي. عيسى بقى بحياتك، وشام اخوي ودم يمي ان شاء الله، والقتلة صفر اللي بتكون. يقولون اغانيكم حزينة، يقولون اغانيكم حزينة، هو احنا يا عم ايش بدنا؟ كم مرة طقيت؟ كارثة صارت والله، ما طلع المطبخ فيها. طبعا هذا المقطع مشاهدينا الكرام هو فاجعة جديدة وكارثة جديدة من كوارث اللي يعيش العراق. سيارة محملة بأنابيب الغاز وتنفجر بهذه الطريقة، يعني فواجع وكوارث. قال الكاظمي بعد اغتيال الهاشمي أنه العراق لن ينام إلا أن يتم الكشف عن قتلة الهاشمي. العراقيين ما ناموا فعلا، وهذه نماذج طبعا لحالات كثيرة شهدها العراق طيلة السنة الماضية، والحكومة هي اللي فقط نايمة عن القتلة وعن من يرتكبون جرائم ضد العراقيين. المقطع اللي شفتوه لرؤساء الحكومات السابقة وهم يعيدون عوائل الضحايا شهداء الناشطين
ذوي المغدورين بينهم أولياء الدماء ولن يسكتوا. خلال هذا المقطع اللي شفتوه كم جريمة قتل وعملية اغتيال حدثت في هذا المقطع؟ بس يمكن 5-6 حالات لغاية هذه اللحظة، ما حد عرف أي نتيجة عن الحالات السابقة بخلاف هذا الموضوع مع القاتل الهاشمي اللي انعرض اليوم. بخلاف هذا الموضوع لا توجد أي نتيجة عرضت لجرائم أخرى، وحتى ما عرض اليوم بخصوص قاتل هشام الهاشمي أمر مبهم، لا توجد فيه أي تفاصيل. المفروض خلص أنتوا ألقيتوا القبض عليه، صار بقبضة العدالة، خلينا نحطها بين قوسين. المفروض هسه أنه تعلن كل التفاصيل، كيف تمت الجريمة، من الذي يقف خلفها، شفافية أمام الرأي العام. لكن أين هذه الشفافية في العراق؟ علي من بابل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي العزيز؟ حياك الله، أهلا وسهلا. حقيقة أنا اتصلت فيكم فما عرفت الموضوع الحلقة اليوم. طيب سيد علي، اليوم قناة العراقية الحكومية وحكومة الكاظمي علنت عن شخص قالت بأنه هذا هو قاتل هشام الهاشمي، الخبير الأمني والمحلل السياسي اللي انقتل قبل سنة. هذا الشخص طلع على التلفزيون يقول بأنه إحنا، هو ضابط برتبة ملازم بوزارة الداخلية، يقول إحنا جهات حركتنا أعطتنا التعليمات، قالت لنا روح اقتل وروح سوي، بس ما ذكر مني هذه الجهات. الحكومة ما أعلنت عن الجهات التي حركت ضابط برتبة ملازم بوزارة الداخلية أنه يروح يقتل ناشط، ما قالوا باقي التفاصيل، ما أعلنوا عن الأشخاص البقية اللي كانوا ويا نفذوا الهجوم. موضوع مو واضح. رأيك، هل الحكومة بإعلانها لهذا الموضوع بهذا التوقيت مثل ما قالوا الناس محاولة أنه ينسون العراقيين فاجعة مستشفى الحسين بالناصرية، وليش ما أعلنوا عن باقي التفاصيل بخصوص عملية الاغتيال؟ نعم أخي العزيز، إحنا بالنسبة الحكومة عرفت العراقيين يصير مصيبة يجيبون مصيبة ثاني يوم ينسون المصيبة البارحة. نعم. وعلموهم على النمطة، يعني علموا العراقي هاي وحدة. البارحة شفت يمكن العاتب البصرة أي على موت سمشة، شفت شلون قاتلوا بالرشاشات. زين أسألك بالله، إحنا يا الحقيقة ما أعرف أخ عمر لأخ محمد. محمد وياك. الله يعزك. الله يسلمك. محمد، احنا شوف مشاكلنا كلها احنا لازم نقيس من بغداد للجنوب. نعم. كلها الجنوب، الجنوب العراق كله يحب العنف. هاي حقيقه. منو اللي غذى، منو اللي غذى هذه الافكار بعقول الناس اللي خلاهم يتجهون الى العنف، خلاهم يتجهون انه يحلون مشاكلهم بالسلاح؟ منو اللي غذى هذه الافكار داخلهم؟ السبب يقول أتيت ابن الأوطان لازم تقف عبد وحيد. نعم. أول ما بدأوا يبقوا الشوارع ومقرنصات، بس ما وعوا العراق وخلوه شلون ذكي بحيث يذب كترهم الزبالة، يذبها بالشارع، يذبها بالمكان الحاوية. ما تقفوا الشعب، أنت تبني لي جسر، تبني لي شارع، بس ما علمتنا الثقافة العامة. نعم. إحنا من صخر صدام اليوم تعرف انت العراق بال91 حروب. نعم. وحصار، صار تخلف، صارت همج، ماكو ثقافه، انقطع. نعم. عن العالم، اخت العراق انقطع بال2003. تعرف انت اول ما بدات الميليشيات كان شعب فقير انغرب بالفلوس. هسه ترى هاي كلها بالمال. هسه عندنا القتل، هسه لو جبت اي واحد بالشارع تعطي يمكن 1000 دولار يقول لك يقتل لك اي واحد. نعم. طيب انا اريد اسالك هل هذا الموضوع بكشف قاتل الهاشمي؟ طبعا سيد رحيم من بغداد قال انه الفيديو اللي شفناه لقتلة الهاشمي كانوا 4 موجودين بالمقطع، واحد بس اللي عرضته الحكومة للرأي العام، الباقين وينهم؟ طيب من هي الجهة اللي حركتهم؟ ليش ما حد يقول من هي؟ ميليشيا حزب الله كانت تهدد هشام الهاشمي قبل مقتله، وينهم من التحقيق؟ ليش ما حد جاب ابو علي العسكري اللي هدده بالقتل داخل منزله وجابه وحققوا اياه واعتقله؟ ليش ما حد يقول من هي الجهات اللي حركت هؤلاء لتنفيذ عمليه الاغتيال؟ وهل هذا الموضوع اصلا حينهي العنف الموجود بالعراق اليوم؟ تقبل لا اخ محمد، من الكاظمي للشرطي يحكمون من الدول جاي تكون بالشعب. الكاظمي هذا قال نص صبح فلان قتل هاشم الهاشمي، ثاني يوم يقتلون الكاظمي، ثاني يوم يقتلونه.
نعم. ثق بالله العظيم لا تتوقع، لا تتوقع رئيس وزراء او وزير داخليه ما يعرف الجهه. اسالك بالله الدراجه، دراجه يسمونها احنا دراجه البانه اللي تمشي لها سرعتها 3 متر بالساعه، لا واللي فوق هذا الكلام، الحكومة أكدت، المتحدث باسم الكاظمي أكد أنه جهات أمنية تعرفت على 2 من اللي قتلوا هشام الهاشمي، ومع هذا ما حد ذكرهم، ما حد قال من هم المن ينتمون، أنتوا تعرفتوا عليهم، وين تفاصيلهم؟ أخ محمد، عندنا كتاب حزب الله، عندنا العصايب، عندنا الجنوب، خاصة الجنوب بس ميليشيات. أسألك بالله رئيس وزراء، هو وين احنا عندنا دول على مدير رئيس وزراء يقدر يجي طارق قتلة الهاشمي؟ مستحيل، هاي من السابع المستحيل. يعني لا حد يفكر بها، مع سلاماتي لك، يصير سادش ويقتل الحكومة نطلع واحد من قتلة، مستحيل هاي. بس أنا قصدي أخ محمد، أخ خلينا نعالج قضية العنف. احنا عندنا عنف عشائر بيناتها، عنف وقتل. القتل عندنا مباح، ما عندنا سلم. هذا السلاح، هذا السلاح المنفرد في الشوارع، يعني عشائر شايل الاسلحه بالالاف الاسلحه. القتل صار قتل الانسان كالحيوان، ماكو هيك بالعالم، اكو بشر بالعالم هيك، اكو دوله بالعالم هيك. سيد علي انا اشكرك من بابل، شكرا جزيلا. عندنا ابو محمد من السماوه، تفضل. السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. قناه الرافدين البطله، الله يسلمك، حياك. بالنسبه للمسرحيه اليوم اللي شفناها الخاصه بالشخص اللي قالوا عنه انه هو اللي قتل الشهيد هشام الهاشمي، نعم، بين يعني حتى احنا شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي استاذ محمد، يعني مسرحيه هزيله، وحتى ما بين الاسباب، واي خبير امني يطلع على هذه الاعترافات، ما يسمى بالاعترافات، راح يعني يضحك ويفند لك مزاعم هذا الشخص، وشلون طلعوه بهالصورة هاي وهالكذا المسرحية. هاي يردون يلهون بها الشعب بعد ما انصاب مصاب كبير بقضية مستشفى الناصرية. والناس محتقنة والجنوب محتقن. الجنوب استاذ محمد هسه اذا تسوي زيارة الجنوب العراق، والله العظيم شوف يعني تقول يعني الناس شلون عايشة، شلون صابر. أبو محمد أريد أسألك يعني بعد سنة وأكثر من سنة وعشرة أيام الحكومة داخلة بموضوع اسمه التحقيقات، طيب المفروض بعد هذه المدة أنتم مو تلقون القبض بس على هذا العنصر اللي نفذ تعليمات جهات أكبر، المفروض أنتم تجيبون الجهات الأكبر، المفروض تقفون على الحقائق وتبينوها للرأي العام. وينكم صار لكم سنة حتى تطلعون آخر شيء بملازم، والفريق اللي وياه ما موجود، ويذكر جهات اصلا ما يسميها، والموضوع غامض. يعني انتم سنه وعشره ايام حتى تطلعون تضحكون على العراقيين بهذا الشخص؟ طيب وين الجهات وين الجهات اللي حركتها؟ وزاره الدفاع تاكد هذا الكلام، وهذا طبعا الاعتراف ياكد انه هي مخترقه. وين الجهات؟ انتم صار لكم سنه ما ذكرتوا منو اللي حركها، ما جبتوهم، ما اعتقلتوهم، جايبين بس واحد ملازم اول، ويعني كل التفاصيل ما مذكوره. نعم أستاذ محمد، بالنسبة لوزارة الداخلية، يعني وزير الداخلية عثمان الغانمي شلون قبل يعني بهذا الشيء؟ يعني مو وزارة الداخلية، هذه وزارة التجارة تصدر وتستورد قضايا قديمة وتستورد قضايا جديدة للتحقيق. خطاب أو كلام الشخص اللي اليوم ادعى واعترف وقال أني من نفذت العملية، يعني خطابه وكلامه واعترافاته تشبه خطاب مقتدى الصدر من طلع يوم أمس وقال أني راح أقاطع العملية السياسية وراح كذا، بدون ما بين الأسباب ولا بين الأمور اللي راح من أجله هو انسحب. أنا عدة مرات اتصلت بيكم أستاذ محمد، مرة ويا أستاذ عمر ومرة وياك، وأكررها للمرة يمكن الخامسة أو السادسة. المشهد بالعراق هو متجه نحو التصعيد ونحو الحرب الأهلية. هاي الحرب الأهلية الحكومة تسعى إلى إشعالها في العراق، لكن الشعب ليش يتقاتل؟ ليش يصير أكو حرب أهلية؟ الحكومة راح تكون طرف من أطراف الحرب الأهلية، مقتدى والحكومة راح يكونون طرف من أطراف الحرب الأهلية، والطرف الآخر هو المالكي والعامري وقيس الخزعلي، يعني جبهة إيران خلينا نقول. طيب إيران الحقيقية،
هذا المشهد الموجود بجنوب العراق، وايضا يججون الصراعات العشائريه عندنا بالجنوب، يعني ما مو كلها تنعلن على وسائل الاعلام. يعني جاي يصير قضايا يعني عجيبه غريبه. نعم. يعني طيب. الشيخ عشيره ينقتل بالمحافظه الفلانيه وغيره وغيره وكذا من الامور اللي ادت الى انه الوضع اصبح جحيم يعني عندنا بالجنوب العراق. نعم. الجنوب العراق استاذ محمد مختصر مفيد، جنوب العراق محتل منذ 2003. لا تقولون لا تسألون على جنوب العراق ولا تعتبون على أي واحد من جنوبنا أبناء شعب الجنوب. جنوب العراق محتل بيد إيران، بيد عصابات إيران. طيب أنا أشكرك يا أبو محمد من السماوة، وصلت فكرتك. عندنا محمد من السماوة، تفضل. ألو. تفضل يا محمد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب يعني أشاركك برأي. تفضل. بالنسبة لقتلة الدكتور هشام الهاشمي، نعم، يقولون هن اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. طيب أنا 2003 منتسب بالجيش العراقي بعد السقوط بشهر ونص. نعم. فجماعتنا الجيش العراقي كان يسمونا عملاء، وكانت الميليشيات تقتل وتطلع. تعرف القتلة وين الحقيقيين؟ وين؟ القتلة الحقيقيين يبيعون ويشترون بالأراضي قم الطهران. نعم. فهسه قتلت هشام الهاشمي وقتلت المتظاهرين وقتلت الشباب وقتلت كلها موجودة بإيران. واللي داعمهم أحكيها بوضوحي، أي. اللي داعمهم هادي العامري. نعم. ونور المالك وقيس الخزعلي. هذول اللي داعمين القتلة والإرهابية بالعراق. إذا الحكومة حتقضيها تطلع بأكباش فداء ضباط صغار ومنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية وتقول هؤلاء هم المرتكبين، مثل ما عادل عبد المهدي طلع بكم ضابط رتب قليلة صغيرة وبعض المنتسبين قال دول اللي قتلوا المتظاهرين بثورة تشرين، نفس الشيء اليوم دي يطلعون بضابط برتبة ملازم ودي يقولون عليه هو هذا قتل هشام الهاشمي. إذا الحكومة حتقضيها بهذه الطريقة، متى ستحاسب الرؤوس الكبيرة؟ متى ستعلن للعراقيين عن الجهات اللي حركت هؤلاء الصغار لتنفيذ هذه العمليات؟ يعني معقولة هذا الشخص يعني فجأة هيجي لا إراديا شال سلاحه وراح قتل هشام الهاشمي؟ أستاذ من فضلك، من فضلك تفضل. يعني أنا الكاظمي أكرهه ما أحبه، بس الكاظمي أذكى من عتهم بيش. لأنه من يعلن هسه يقول هذا العامري وقيس الخزعلي والمالكي راح يصير حرب أهلية. طيب. اسمع لي، فقاعد يشتغل بذكاء، هو يعرف مو غشيم، هو هو مدير مخابرات ويعرف كل شيء. فالرجل أنا مو دفاعا عنه، قاعد يشتغل وياهم بحكمة. شلون؟ فإذا شوف هذا بالعشر تلاف إذا شوف هذا العامري اللي يعني اعتبر الذراع الأول مال إيران بالعراق. طيب. تعرف هسه بنداء واحد العامري بنداء واحد هسه سقط بغداد، بس الحشد كله 180 ألف جواه، فحتى هو اللي ركب على شتاف الحشد وركب على شتاف السستاني وصار قائد كان يصور بتكريت والعالم تقاتل. إيش عجب عند السؤال، إيش عجب العامر ما صوب ما انجرح؟ ليش عاف وزارة النقل والمواصلات اللي بيها 50 مليون دولار باعتراف القاضي وائل عبد اللطيف؟ اعتراف القاضي وائل عبد اللطيف 50 مليون دولار أخذها وراح للحشيد قاعد بتكريت يصور، والشباب أولاد الفقراء أولاد الخايبة استشهدت، وهذا العامر يصور بتكريت هذا العامر والرصاص وركب على شتاف الحشيد وصار قائد. وبالمناسبة جاب ابن عمه صالح الفياض أسلمه استشاري أمن الوطني وسلمه منصب الحشد، فهذا يعني باعتبار الذراع الأول لإيران بالعراق. طيب أنا أشكرك سيد محمد من السماوة. موضوع الحرب الأهلية، هذا الموضوع إذا كانت هناك خلافات داخل المجتمع العراقي بين طوائف أو قوميات ممكن، لكن حاليا الخلاف الوحيد الموجود بين العراقيين هو مع الطبقة الحاكمة مع زعماء الميليشيات. ما سيحدث إن كان قتال لن يكون تحت إطار الحرب الأهلية، هذا شعب ينتفض على سلطة حاكمة، ينتفض على أحزاب حاكمة، ينتفض على ميليشيات طغت على العراقيين، وبالتالي هذه الثورة الموضوع بعيد كل البعد عن فكرة حرب أهلية، لأن المجتمع العراقي اليوم متفق تماما على فكرة طرد
هذه الحكومة وإزالة هذا النظام الحاكم وهذه الأحزاب وهذه الميليشيات التي هي التي تحمل السلاح وهي التي تقتل وهي التي تدمر وتفجر. علي من بغداد تفضل. أنا بالنسبة لي حكيت لك هسه قبل شوية. تفضل. أي حكيت لك أنا هسه كنت أحكي وياك قبل شوية وفهمتك إنه هذا اللي يدور بالعراق كله صراع إيراني بالعراق. ويا يا علي علي من السماوة لو محمد علي من بغداد لو محمد من السماوة. لا هو سعد من كملت قبل شوية. شكرا شكرا جزيلا سيد محمد، أنا أشكر حضرتك للمشاركة وننطي الفرصة لعلي من بغداد. تفضل يا علي. علي من بغداد. الو علي، السيد علي تسمعني؟ الو اسمعك يا علي اسمعك، تفضل حياك الله. يا اخي هو مش علي بعد ما كنت فارق دور وهلا زعلت عليك. شلون؟ زعلت عليك مرتين اخابركم ما تحكون. هسه انت على الهواء مباشرة يا علي، حياك الله تفضل. يا اخو مش علي اترك الزربان علي. من وياي؟ انا اقول لك المرتين خابرتكم ما تحكون انتم. طيب هسه تفضل. هو تفضل رصيدي خلاص وكيلك الله رصيدي خلاص. طيب شكرا يا علي، شكرا جزيلا ونعتذر على ازعاجك، ما اعرف انت متصل ما اعرف. شكرا يا علي. خلونا نقرا رسالة لمشاهدينا الكرام، رسالة الى قناة الرافدين. السلام عليكم. يقول رحمة على أمك وأبوك، اقراها أستاذ محمد إلى المرحوم الهاشمي. هذا الكاظمي يريد يخمد شجعان الناصرية بالإعلام ويتجه إلى ملازم أول، هذا كذب. يقول يا كاظمي شنو يا عماد، والله ما افتهمت الرسالة. عموما أبو علي الخزرجي أنا أشكرك ويترحم على شهداء الناصرية. طبعا أيضا نتساءل مشاهدينا الكرام عن الدوافع التي تقف خلف الاعتراف القاتل، أنه شنو الدوافع، ما مذكورة الجهات التي حركت هذا الشخص. الحكومة أعلنت عن قاتل هشام الهاشمي دون ذكر باقي التفاصيل، دون ذكر من هي الجهات التي تقف خلفه، من هم الذي كانوا معه أثناء عملية التنفيذ. علي من بغداد تفضل يا علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي عاني كنت منتسب بالحشد. نعم كنت بالحشد. اي فاني من 2016 انا صغير، يعني قالوا لي تعال جاهز وما ادري شنو. أي. ورحت تورطت. طيب ها اي فهم حزب الله هم المرتكبين الجريمه، مرتكبين جريمه الهاشمي ومرتكبين جرائم حق سكان جرف الصخر، كانوا يصببون الناس. يعني انت منتسب بالحشد، منتسب عام لو ضمن فصيل معين؟ لا بالكتاب حزب الله. انت كنت بحزب الله؟ اي بكتاب حزب الله كنت. طيب فهم قالوا على جرف الصخر، بس احكي لي على جرف الصخر شويه. جرف الصخر ايش دي يسوون بيها او ايش سووا بيها؟ هم اي كانوا يرحون مثلا يرحون يحررون وما ادري شنو، والبيت حتى ذا صارخ مع الناس صارخ. أي؟ ها يطبون يحرقوه على ابو شنو هذا ما سنه. ها خوش اي هذا كتاب حزب الله. انا كنت وياهم حكيت. ليش حسيت نفسك تورطت يا علي؟ انا صغير يعني عمري 16 سنه واخذوني. شلون ياخذون شباب بعمر 16 سنه للمحرقه بهذا الشكل؟ بطلت. نعم هم ليش اصلا يجرون شباب العراق يودوهم لحروب هم افتعلوها؟ شيء على الناس اللي على البيوت وعلى الناس اللي تهجرت بسببهم. تقبل القران هم يكرهون يعني شك واحد خل اعطيك اياها. شك واحد عادي الخامنئي حتى لو من جماعه الثاني ينقتل يعني امام علي اذا تقدر تقول لي شنو بعد غير حرق البيوت اللي ارتكبوها جماعة ميليشيا حزب الله؟ ايش سووا بعد غير عملية حرق البيوت في جرف الصخر؟ شي شهدت علي انت؟ علي؟ فقدنا الاتصال ويا علي من بغداد. عندنا اتصال؟ طيب
طبعا مشاهدينا الكرام، اتهامات كثيرة تتوجه إلى الميليشيات من قبل ذوي المغدور هشام الهاشمي ومن قبل ناشطين متظاهرين يؤكدون أن ميليشيات كثيرة على رأسها ميليشيا حزب الله هي التي تقف خلف عملية اغتيال كثيرة، ويرجح أنها هي التي تقف خلف عملية اغتيال هشام الهاشمي بسبب وجود تهديدات كثيرة، إن كانت تغريدات من قبل أبو علي العسكري المتحدث باسم هذه الميليشيا واللي كان قد نشر تغريدات يتوعد بها الهاشمي في موقع تويتر ثم قام بحذفها بعد ذلك، وهناك تأكيدات على هذا الكلام، وهناك من استطاع أن يأخذ صور لهذه التغريدة قبل حذفها فيها إشارات تهديد واضحة لهشام الهاشمي، بالإضافة إلى ما أرسل إليه عبر هاتفه من تهديدات من قبل أبو علي العسكري بقتله داخل منزله. كل هذه التفاصيل الحكومة بعيدة عنها وأخرجت للرأي العام هذا الشخص الذي ترونه أمامكم، ضابط برتبة ملازم أول، يتحدث بشكل عام، يتحدث عن تفاصيل جريمة رآها الرأي العام العراقي بشكل عام عن طريق هذه اللقطات التي أيضا تشاهدونها الآن. هذه اللقطات سبقت هذا الاعتراف، وهو لم يخرج بأي جديد سوى بشكله الذي ظهر به أمام الرأي العام ليقول بأنه أنا القاتل. طيب ماذا عن باقي التفاصيل؟ من هي الجهات التي حرضت هذا الشخص على القتل وبقية الأفراد الذين معه؟ لماذا في هذا التوقيت بعد فاجعة مستشفى الحسين التعليمي؟ هل هي محاولة من قبل الحكومة لتهدئة الشارع العراقي وإبعاده عن هذه الفاجعة التي حصلت في الناصرية لجر العراقيين إلى مشهد آخر على أساس أن هي الحكومة المنقذة والمحققة للعدالة؟ هذه طبعا كما قال كثيرون مسرحية هزيلة تحاول الحكومة الضحك على العراقيين عن طريق تقديم أكباش فداء للمجتمع العراقي على أساس أن هم اللي يرتكبون هذه الجرائم. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.